نحن الآن في جامع الباشا، ويعرف أهل نينوى أن هذا الجامع هو في قلب المدينة وهو روحها النابض، وحوله أعرق وأعمق سوق في المدينة، بل الجانب الأيمن يعرف بهذا السوق ويعرف بجامع الباشا. هذا اليوم في هذا المولد الشريف له خصوصية لسببين. السبب الأول أنه أول احتفال بعد جائحة كورونا، إذ لم نستطع إبان الجائحة أن نفتح المساجد في رمضان أو أن نفتحه في صلاة عيد الفطر أو حتى في صلاة الأضحى أو في عرفة، فهذه أول مناسبة عظيمة كبيرة نستطيع فيها فتح المساجد واستقبال الناس فيها. والخصوص الثانية وهي الأهم، أن الاحتفالات الآن لابد أن تظهر بشكل أبرز وأقوى، خاصة بعد الإساءة التي تعرض لها رمز سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسوم المسيئة التي أطلقتها فرنسا. الذي يصنعونه أعداء الله بالمسلمين لأنهم يرون هوانا وصمتا من المسلمين. نحن كأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم لابد أن ننهض، لابد أن ننتصر لرسول الله، إذ لا فلاح لنا في الدنيا إلا بنصرته عليه الصلاة والسلام. أهنئ العالم الإسلامي أجمع بذكرى ولادة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، هذه الذكرى العزيزة على قلوب كل مسلم محمدي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة سلام، رسالة طمأنينة، رسالة فرح نبعثها من جامع الباشا، من سوق باب السراي، من جامع جمع ما بين الأصالة والعراقة، جمع ما بين الحاضر والماضي، من سوق باب السراي العريق، من قلب الموصل النابض، من تلك المدينة الجريحة، من هذه المدينة التي طالتها الدمار، أيادي الخراب، على أيدي الإرهابيين. نبعث رسالة مفادها أننا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم، مفادها أننا نفتخر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نقول أننا يجب علينا اليوم أن نقيم مثل هذه الاحتفالات لنرد على المتطاولين على سيد السادات صلى الله تعالى عليه وسلم. ها هم أبناء الموصل يحتفلون اليوم بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا لهم الاحتفال هذا، وهنئهم هم والعالم أجمع بذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. تجمع قوي جدا، الحمد لله والشكر، حضور جماهيري قوي بفضل الله. رسالة العالم الإسلامي يبقى محمد بعيون المسلمين، رغم أنف ماركون والصور المسيئة اللي سوى عليها الغرب، يبقى محمد قلوب المسلمين كلها صلى الله عليه وسلم. ترحيب كبير واستقبال كبير في هذا الجامع، جامع الباشا، ما شاء الله، يعني جيد جدا يعني. نعم نعم، جاي كثير يعني من الجانب الأيسر على الأيمن. والله أوجهها يعني إن شاء الله، أقول الأيام الجايات إن شاء الله تكون الفرحة أكثر وأكثر وأكثر في هذا اليوم المبارك، وندعو من الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل العراقيين والأمة العربية والإسلام. اليوم في جامع الباشا نحتفل العالم الإسلامي كله بمولد سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. مولده كان ضياء للناس وللأجمعين إن شاء الله. الحمد لله والشكر، جمعنا اليوم المسلمين كافة في مولد فخر الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل السلام. والله تجمع المسلمين كافة متجمعين في بعيد عن كورونا وعن بعيد عن الأمراض، وصار تجمع إسلامي بهي ومتباعد اجتماعي. إن شاء الله كان أكو تباعد اجتماعي وكان احتفال مركزي لعلماء الموصل كافة.